ربما هي واحدة من القضايا النادرة في تاريخ كرة القدم العربية وحتى العالمية، لكن ليست بالجديدة من ناحية المشاكل التي تصاحب كل موسم رياضي جديد. قضية اليوم تسافر بنا إلى السودان، حيث يعيش قول نادي المريخ أحد أشهر أندية الدولة وضعا غير مستقر تماما. النادي وقبل أيام قليلة كان تحت إدارة مجلسين، الأول بقيادة الرئيس المنتهية ولايته آدم سودوكال، والثانية تحت قيادة حازم مصطفى، حيث يزعم كل واحد بأحقيته القانونية في رئاسة النادي. الجمعية العمومية الانتخابية انقسمت إلى معسكرين، الأولى كانت في مدينة أم درمان، وأعلن من خلالها فوز قائمة حازم مصطفى بانتخابات مجلس إدارة المريخ، وأخطر الاتحادين السوداني والدولي لكرة القدم بالنتائج، في حين الثانية أفادت مجموعة سودكال أو أقامت مجموعة سودكال قول جمعية عمومية في مقر النادي، وأعلنت فوز المجلس المنتهية ولايته بدورة جديدة. الوضع أجبر الاتحاد السوداني لكرة القدم تحت رئاسة كمال شداد على تشكيل لجنة ثلاثية لفض النزاع، والتي أيدت في تقريرها أحقية مجموعة حازم مصطفى برئاسة المريخ، لكن الاتحاد لم يأخذ برأيها وقدم طلب استشارة للاتحاد الدولي للعبة بشأن هذه الأزمة. لجنة الحوكمة بالفيفا اجتمعت برئيس الاتحاد السوداني الدكتور كمال شداد والأمين العام للاتحاد حسن أبو جبل لمناقشة الملف والاستفسار عما وصل إليه الوضع في المريخ، بعدما ظل الاتحاد السوداني يستلم يوميا رسائل من طرفي النزاع. فوضى الصدام الذي شهدته أروقة النادي الإدارية تحولت إلى اشتباكات خارج أسوار ملعب المريخ بأم درمان بين المجموعتين، إحداهما تتبع حازم مصطفى والأخرى لآدم سودكال، حيث يدعي كلاهما الفوز برئاسة مجلس إدارة النادي قبل أن تسيطر القوات الأمنية على المنشأة الرياضية. حكومة ولاية الخرطوم السودانية أصدرت توجيهات بإغلاق أبواب النادي وعدم السماح لأي جهة من الجهات المتصارعة داخل القطب بالدخول إلى المقر إلا بخطاب رسمي من قبل الاتحاد العام لكرة القدم السودانية يفيد بتسلم النادي أو بتسليم النادي إلى الجهة التي يحددها الاتحاد. لجنة الحوكمة بالفيفا اجتمعت مع كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني والأمين العام حسين أبو جبل لبحث الأزمة الإدارية لنادي المريخ، ليصدر بعدها اتحاد الكرة بيانا شرح فيه مخرجات الاجتماع التي قدمت نتائج جديدة ومثيرة في الأزمة الإدارية للمريخ. أبرز تلك النقاط تأكيد استمرار النزاع، ما يؤكد أو ما يعني فشل اللجنة الثلاثية واتحاد الكرة، إعادة ملف أزمة المريخ لاتحاد الكرة لحل المشكلة من جديد، حث الفيفا والكاف للاتحاد السوداني لحل الأزمة، وهذا يعني إطلاق يد الاتحاد المحلي مع طلب غير ملزم باصطحاب الدولة ووزير الرياضة. غلق القضية وإنهاء الصراع جاء بقرار نهائي الذي أعلن عنه نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم نصر الدين حميدتي، بإبرازه أن حازم مصطفى هو الرئيس الشرعي لنادي المريخ والمعترف به من طرف اتحاد اللعبة المحلية، مبينا أن الاتحاد السوداني لكرة القدم وضع خارطة طريق ونفذها وتم اعتماد نتيجة الانتخابات. حيث أوضح حميدتي في تصريحات خاصة لموقع كرة أن المادة الثالثة والرابعة والسابعة عشرة من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السوداني تشير إلى الاعتراف بالمجلس الجديد لنادي المريخ برئاسة حازم مصطفى، وذلك وفق تقرير اللجنة الثلاثية المعلنة والمكلفة من مجلس الاتحاد السوداني الذي أجاز ذلك. للحديث أكثر ومعرفة آخر مستجدات القضية يلتحق بنا من الخرطوم الإعلامي والخبير في شؤون كرة القدم السودانية الأستاذ شمس الدين الأمين. مساوك سعيد سيدي.
مرحبا بك استاذ زكريا، مساء الخير عليك. بدايه الصراع لهذه الازمه كان عندما انتهى عمر المجلس الذي كان يتراسه السيد ادم سوداكال يوم 5 اكتوبر من العام الماضي 2020، وكانت هنالك الكورونا ووباء كورونا يمنع قيام الجمعيات العموميه. فكان القرار من اتحاد الكرة اللي هو يعتبر مسؤول إداريا من عن إدارة الأندية السودانية كما يدعي وفق النظام الأساسي، والنظام الأساسي نفسه لاتحاد الكرة بغلط اتحاد الكرة نفسه وبيعت الأندية استغلالية كاملة. انتهى عمر وأمد مجلس إدارة نادي المريخ في يوم 15 كما ذكرت، ورفض اتحاد الكرة تعيين لجنة تطبيع كما فعل لنادي الهلال بعدما انتهى أمد مجلس إدارته برئاسة السيد أشرف الكاردينال. صحيح. رئيس اتحاد الكرة أصر بطريقة غريبة ولا سند قانوني لها باستمرار مجلس آدم سوداكال. من هنا بدأت الحكاية، من هنا بدأت الأزمة بين الاتحاد وبين مجلس إدارة اتحاد الكرة نفسه اللي كان منقسم. رئيس اتحاد الكرة يدعم آدم سوداكال واستمراريته، بينما مجلس إدارة اتحاد الكرة بكامل هيئته يقف ضد رغبة رئيس اتحاد الكرة اللي بيصير كان بطريقة لا سند قانوني لها باستمرار آدم سوداكال. طيب أستاذ شمس، اللجنة الثلاثية لفض النزاع أيدت أحقية مجموعة حازم مصطفى برئاسة المريخ، لكن الاتحاد لم يأخذ برأيها في الأول. هناك من روج لميول رئيس الاتحاد كمال شداد نحو صف سوداكال، ما مدى صحة كل هذا؟ اللجنة الثلاثية بالفعل كما ذكرت أيدت الجمعية العمومية، وبعد ذلك اللجنة الثلاثية رفعت تقريرها إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة رئيس الاتحاد نفسه السيد كمال شداد هو من أيد تقرير اللجنة الثلاثية، وبالتالي اعترف رسميا بمجلس الإدارة. ولكن رئيس اتحاد الكرة يعني حول القضية إلى قضية شخصية باعتبار أنه كان يريد استمرار آدم سوداكال، واللجنة الثلاثية رأت غير ذلك، ومجلس الإدارة أي قرار اللجنة الثلاثية. لذلك رئيس اتحاد الكرة أراد أن يذهب إلى الفيفا مرة أخرى. نائب رئيس اتحاد الكرة وكل مجلس إدارة نادي الاتحاد أعلنوا في بيان رسمي منذ 72 ساعة أو 48 ساعة بيؤكدوا أن المجلس برئاسة حازم مصطفى هو المجلس الشرعي، وبعد ذلك رضخ رئيس اتحاد الكرة لقرار مجلس الإدارة، ولكن أصر أن يأتي القرار النهائي من الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة الاتحادية. ذهب رئيس اتحاد الكرة إلى الوزارة الاتحادية، وعقدت الوزارة الاتحادية الوزير الاتحادي اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأخبر الوزارة بأن مجلس حازم هو المجلس الشرعي هو المجلس الرسمي، وتم تسليم فريق الكرة الآن إلى مجلس حازم وموجود معهم الآن في القاهرة يدورون فريق الكرة وكل الفرق الأخرى التابعة للمريخ، فرق المناشط والفرق السنية. تبقى فقط المنشآت الخاصة بالنادي المريخ، استاد المريخ ونادي المريخ مقر النادي عفوا. فأعلنت الدولة أنه سيتم تسليمها إلى المجلس الشرعي خلال الأيام القليلة المقبلة بقرار رسمي من وزارة الشباب والرياضة الاتحادية يتوقع صدوره في أي لحظة. الأستاذ شمس الدين الأمين الإعلامي والخبير في شؤون كرة القدم السودانية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.